أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لأنهم قعدوا يشكوا إزاي مريم تجيب ده مش عارف إيه من غير ذكورة ومن غير إمام. فقال لهم إن مثل عيسى عند الله إيه؟ كمثل آدم. يا أخي عيسى له أم، آدم لا له أم ولا أب، فالعجب كان يبقى في مين؟ في آدم. إن مثل عيسى عند الله كما طيب وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء مش عملنا بس عيسى، لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لما نعوز قدرتنا نعملكم ملائكة، انتوا ايه بقى نجيبكم تبقوا ملائكة. فقدرة ربنا ما لهاش حدود، تيجي تلاقي قدرة تعمل ما يشاء. وإنه لعلم للساعة، إنه لعلم للساعة، إنه يعني هو اللي يدينا علم الساعة. علم الساعة ما حدش يعرفها، أي لما يجي ده يبقى هو ده الإيه، إن الساعة إيه، إن الساعة قربت. يعني لعلم لعلامة على قرب الإيه، على قرب الساعة. وإنه لعلم أي علامة للساعة فلا تمترن بها، ما تشكوش فيها، واتبعوني هذا صراط مستقيم. اتبعوني يعني اجعلوا أنفسكم تابعين لي، تابعين لي، مقتنعين بكلامي ومقلدين في إنني أسوة لكم في حركات العبادة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو. لأن الشيطان لما يشوف حاجة تحوم حولها الأدلة عشان تثبتها، وهو عايز بقى يقول عايزهم عصيه، يقوم يحوم حولهم ويجيب لهم الشبه ويعمل لهم. مش هو قال لأقعدن لهم إيه صراطك المستقيم، هقعد لهم في الحتة اللي فيها طاعة، إنما الحتة اللي فيها المعصية مش عايزيني، هروح الخمارة طمهم هم جاهزين، إنما أنا أروح المسجد. ولذلك الناس كتير تشتكي إنها في الصلاة يجي لها سهو وتفكر في أشياء يمكن كانت منسية خالص، أهو ده شغل الشيطان، يجيب لهم حاجة كده وكان نسيها ويقول له عليها يقوم يكر الخير. لكن لو أنه جاب له حاجة تخرجه عن وراء الصلاة زي ما قال له ربه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان إذا سمع اسم الله يخبث، ما يجاش له وارد الشيطان، ما يجيش مع وارد الرحمن أبدا. ولذلك احنا قلنا مرة انك انت قاعد واللصوص حوالين البيت ولا لسه، فقلت اهم يجروا. واحد تاني يقول لي شيخ ده يمكن قام كده صدفة وكح. نيجي تاني مرة، فجيت تاني مرة فقال اهم برضه، فيعرف انه لا ده يوم يشوفك يسيبك بقى، يسيب ده هنا ويروح يدور على حتة لك. فأي نزغ من الشيطان تقابله بإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقولها بإيه؟ بشخط، يقوم إيه؟ يفرق منا. لكن الآفة إن إحنا ساعة ما جينا فكرة كويسة كنا نسينا ننبسط، ونقعد بقى نبتدي إيه؟ نكون رحنا في الفكرة، فياخدنا من الإيه؟ من الصلاة، يقول لك انشغلت. ودي إحنا قلنا لكم على حكاية أبو حنيفة. نعم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وعداوته عداوة من أيام أبيكم آدم حين أمر مع الملائكة بالسجود، وبعدين امتنع، وبعدين طرد ولعن، فقال لسبب لعنتي آدم لأغوينهم أجمعين، بعزتك لأغوينهم أجمعين، إنما برضو عمل أرنب إلا عبادك منهم المخلصين. يعني اللي انت عايزه ما اقدرش إيه، فما دام الله هو عايزه ما يقدرش عليه، خليك ربنا عايزك وخليك في منهج الله. وقول ساعة ما هي أعوذ بالله من الايه، من الشيطان الرجيم. ولا يصدنكم الشيطان، لأن الشيطان هيلاقي دي فرصة بقى إنه يقول لك واحد من غير أم ومن غير أب، ويقعد يدخل فيها يلاقي فيها بقى كتير أوي. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات، البينات اللي هي ايه؟ الانجيل اللي جابه والاحكام والبتاع،
قال لهم ايه؟ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون. فالحق سبحانه وتعالى يقول انا اديته الحكمة، واذا عرفنا معنى الحكمة هنقول اللي فيها الحكمة الانجيل. طب والحكمة يعني ايه؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه. عيسى جه بعد اليهودية، واليهودية مسرفة في المادية، ولذلك قالوا ايه؟ أرنا الله جهرا، وجالهم المن والسلوى عشان يرزقهم. يقول لا مش عايزين المن والسلوى، ده ما يمكن الطر ما يجيش اللي هو السلوى، ويمكن المن ما ينزلش الندى على الشجر، احنا عايزين حاجه نعملها بايدنا. قال له بقى روحوا حته في مصر بقى فيها ما سالته تلاقوا زراعه وتحفر وتعمل تبقى بيئه. يبقى اذا هم كل حاجه ماديه عندهم، الغيبيات مالهاش. ولذلك لما تقرا التوراه ما تجدش فيها كلام عن اليوم الاخر ابدا. اقرا التلمود ما تجيبش سيرته خالص، مع ان اليوم الاخر ركن من اركان الايمان. انا ما عندهمش حاجه. واللي قالوا منهم قال لا يا اخي لازم يكون في يوم اخر، قال له ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني، لن تمسنا النار الا ايه؟ ايام معدوده كده وبعدين نطلع تاني. مش مصدقين الحكايه دي. اذا فهم ماديين، ولما يجي دين بعدهم لازم يحارب النقص اللي وجد في البشر عشان يكملوا ويعدلوا. عيسى سئل مره عن ميراث فقال انا لم ابعث مورثا. امال بعثت ايه؟ قال لك الماديه اللي طغي انا قبلتها بروحانيه. يبقى الطاقه اللي موجوده ايه؟ اللي تدفع الماديه ايه؟ طاقه روحانيه يربي المواجيد الدينيه في النفس البشر. فما دام يربي المواجيد، الحياه عايزه دي ودس، عايزه امر مادي نتفاعله مع الوجود. فيه اشياء ماديه بتعطينا، وان لم نتفاعل مع الشمس والقمر والنجوم والميه والهواء احنا تفهمنا وياه عليه بتعطينا، وان لم ملناش عمل فيه. وشيء يعمل لك ان عملت فيه يتفاعل، زي الارض تزرعها وبعد الحرث وتنود ويطلع لك زرع. اذا فنعم الله على العبد التي خلقت قبل ان يوجد نوعين، نوع يعطيك الخير ولا صلة لك به ولا تقدر تتناوله، ونوع إن فعلت معه ينفعل لك. المطلوب منا أولا أن الشيء الذي نعمله فيه ينفعل لنا. نزرع يعني نحرط ونشوف البذرة كويسة ونعمل مش عارف إيه ونسقيها ونعملها دي. إن عملت كده في الأرض تنفعل لك، ما عملتش تبقى غور وتبقى مش عارف متخلف. وبعدين لما نرتقي شوية في الإيمان يقول الله ما دام ده مخلوق لنا، حتى الاشياء اللي بتعمل لنا من غير ما نطلب منها نقدر احنا ناخد منها برضه نفع. ولذلك لما تقدم العلم للشمس وياخد منها طاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسيه، مش كده؟ مش هنلاقي يحصل كده؟ الله. القمر ما كناش لنا دعوه بيه، كان بينور لنا في الليل ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. وبعدين برضه لما العلم تقدم عملنا ايه؟ الأقمار الصناعية، وابتدأت بقى لنا الأخبار مش عارف منين ومنين. إذا ففيه أشياء تنفعك وإن لم تعملها، وفي أشياء لا تنفعك إلا إن عملت معها وانفعلت. والأشياء التي تعمل لك وإن لم تعمل فيها شيء من الممكن أنك أنت تاخد منها حاجة جديدة، زي ما احنا خدنا من الشمس وخدنا من الإيه وخدنا من القمر. يبقى الحكمة ايه؟ ان دين جاي بعد قوم ماديين لازم يكون ايه؟ روحاني صرف. يوم يأتي رسول يجمع في ذاته مادية الحياة وروحانيتها. ولذلك لما تقرأ في اخر سورة الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى المسلم مش مطبوع على طبع واحد، ما يبقاش رحيم، لا، يبقى لازم عنده الضدين، رحيم وشديد. بس تجد على مين ورحيم على مين؟
أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك لما مدح المسلمين إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الإيه؟ يبقى الإسلام ما بيطبعش واحد بطبع واحد، بل بينفعل الأحداث. أشداء على الكفار رحماء بينهم، أتبع المسألة كده تراهم اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ركعا سجدا، مش كده؟ يبتغون ايه؟ سيماهم على وجوههم، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. الله جايب حاجات كلها مش ماديه، ده حاجات كلها قيميه، ركع وسجد ويبتغون فضلا من الله، حاجات تصوف صرف. يبتغون فضلا ايه؟ سيماهم في وجوههم من اثر الايه؟ السجود. ادي من امه ايه؟ محمد. هذا ذلك مثلهم في ايه؟ في التوراة. التوراة مادية صرف، فجاب المثل الاول في المسلمين الروحانية، الركع والسجد واللي يبتغوا فضل الله وسيماهم في وجوههم. اللي ناقص في مين؟ اللي ناقص في اليهودية. يبقى المثل جمع الاثنين، قال لك دولي ذلك مثلهم في التوراة، يعني فيهم ايه؟ قيم، كلها قيم، ما دفش شدش المادة فيها، لان يمكن بيقولوا ايه ماده ما فيش حاجه للروح فيها. طب ومثلهم في الانجيل ما جابش قيم، كزرع اخرج شطاه فاستغلظ فاستوى على سوق، كله ماده يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني ما يخليش الكافر يستعلي عليه في خير الحياه. ده المثل في ايه؟ في الانجيل. ده كله مادي ولا مش مادي؟ والمثل للتوراة روحاني ولا؟ إذن قال في كل حاجة ما إن الإسلام جاي يخالف الإيه؟ اليهودية، لأن ديك مادية ودي روحية، سجد وركع ويخالف لأنها روحية، هذا فيهاش مادي، يوم يجيب المثل مادي. فكأن دين الإسلام هو الدين الجامع للمادية وللروحية، وهو الذي يصلح لقيادة الحياة، لأن الروحية لا تستقيم أبدا إلا إذا قدمتها المادية، كما قلنا في رغيف الخبز اللي يقوم أود العابد لازم يروح للمخبز، والمخبز عمال سهرانين طول الليل، وبعدين المخبز يروح يجيب الدقيق من المطاحن، ويجيب الدقيق من المطاحن هو اللي بيجيب الغلة، واللي بيجيب الغلة اللي بيجيب من الزرع يشرح المهندسين اللي عملوا له آلات الحد وآلات المية وآلات. فعلشان تقيم عبادتك يبقى عايز المادية، يبقى كل أمر لازم يجمع بين المادية والإيه. وقلنا برضو اللي عايز يسطو عرته بمتر قماش يروح لتاجر الجملة أو تاجر القطاع ياخد منه متر قماش، ده جايبه منين؟ جايبه من مصنع النسيج. طب ومصنع النسيج جايبه ايه؟ من مصنع الغزل، ومصنع الغزل جايبه ايه؟ من اللي بيحرق مصنع الحليب، واللي بيحرق جايبه ايه؟ جايبه من الفلاح اللي جايب قط. الله بقى عشان تسطو عرتك كل دي خدمة، يقول لك يبقى إذن لا يستقيم أمر الكون إلا بأن توجد فيه مادية هي التي تخدم الإيه؟ الروحية. ولذلك محمد الرسول الذين معه مسألهم في التوراة كذا ومسألهم في الإيه؟ يبقى جاء الدين الجامع اللي صدق فيه قول الله ومهيمنا عليه، مهيمن يعني هو الله، وإنه عندنا لعلي حكيم، علي على كل الأديان كتبها في اللوح المحفوظ، بس القرآن علي يعني هو المنطقة. الله قد جئتكم بالحكمة اللي هي وضع الشيء في موضعه، وأنتم العالم اليهودي ده محتاج إلى إيه؟ إلى حقنة قيم. يبقى نيجي كل ديننا قيم عشان نعدل المادية دي. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. أهو مثلا كان الإبل محرمة على اليهود، هو عدل اللي كان محرم حلله. ولذلك إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهناك إيه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي إيه؟ ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما، مش كده؟ إلا ما إيه؟ يبقى إذا جه عيسى عشان يقول لهم دي انتهت بظلم، ما دام ظلم الذين هادوا، والذين هادوا ما عادش لهم كام؟ هنرفع دي، ربنا يرفع دي ايه؟
الجمل كان محرم عليه، لان الخف بتاعه ملوش اصابع مفروقه، النعام ملوش اصابع مفروقه كلها كده، الوز والبط تشوفوا كده تلاقي ايه موجود بين الاصابع غشاء كده رخيص كده حلو كده، كل بينزف ما الله. يبقى ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يأتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله، شوف هو ربي، كان يقدر يقول إن الله ربي، جاب ضمير الإيه؟ ولا غيره. ولا غيره. ضمير الفصل يفيد القصر، هو ربي إنما غيره لا. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. احنا قلنا ان الصراط المستقيم الطريق العدل اللي يوصل للغايه من اقرب طريق، وقلنا ما دام طريق يوصل يبقى بيوصل دائما الطريق من الى الى، مش من والى. طب الطريق المستقيم ده منين؟ من الله الى ايه؟ قال الى الله برضه، من الله تكليفا والى الله ثمرة واجرا. يبقى هو من مين؟ من ربنا. طريق مستقيم يوصل للغايه، وما دام هو من الله تكليفا اولا وبعدين من الله غايه حيجاز الجنه او الى اخره، يبقى واليه ترجعون، هي دي اللي فيها الله. اختلف الاحزاب، ومعنى احزاب جمع حزب، ومعنى حزب جماعته يجمعها اعتقاد وفكر، يصير الاعتقاد والفكر ده يصير اصل عملهم في كل شيء، يعني يعمل مبدا. ولذلك تجد لما الاحزاب تختلف دي ما المبدا ما قايم على فكره ايه، مجتمع على ايه، يقول لك على كذا وعلى كذا وعلى كذا. طيب احنا الافكار البشريه يبقى كل واحد له حزب، انما ده يبقى احزاب الشيطان. انما الحزب اللي خد مبدأه اللي ربنا اللي خلقه هو اللي عمله، اولئك حزب الله. فاختلف الاحزاب من بينهم وقالوا ما فويل للذين ظلموا. ويل اي هلاك، وهلاك من مين؟ من الله. اما اي واحد يقول الواحد اللي ويل لك، يعني ما واحد غفير يقول ويل ليك هيديله على قد قوته، مأمور يقول الويل ليك هيديله على قد قدرته، محافظ يقول ويل لك يديله الله. لكن الويل ده جاي من مين بقى؟ جاي من قوة القوى وهو الحق. فويل للذين ظلموا. ظلموا مين؟ قال لك امسكها من القبل، قالوا في شرطاء لله، ادي اول ظلم. ان الشرك لايه؟ ظلم من الله. وبعدين ظلموا انفسهم. ليه؟ لان نفسه حدثته بشهوة تطوعها هيوديه النار وهتمنعه من الجنة. يبقى انت ظلمت نفسك، لو انت ما ظلمتهاش كنت تخليها كده عشان تدي لها الخير اللي جاي. وظلموا الناس. نعم. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم. العذاب مره يوصف بانه اليم. اليم يعني موجع، وجع شديد للحس. يبقى تعذيب للقالب. وفيه مرة عذاب عظيم، وفيه مرة عذاب وإيه مقيم. الله. يبقى إذا العذاب له أوصاف متعددة، إنما كلها تجتمع في أنها جاية كلها من الله، وما دام جاية أشياء من الله تبقى منسوبة لقدرة الله، تبقى على أقصى ما يكون من العقوبة. بعدين بيقول القرآن هل ينظرون؟ هم إيه من مش ما ينظروش ليه؟ النساء هتقوم وتقوم في أي لحظة. هل ينظرون إلا الساعة؟ ما فيش غيرها. كان يجب أن يكون مدام نظرين الساعة ومش عارفين معادها، لا يجليها لوقتها إلا هو، يخاف لتقف في أي وقت. ومدام تخاف تقف لتقف في أي وقت يبقى مستعد لها في كل وقت. زي الموت أبهم الله زمنه. مش كده؟ ليه أبهم زمنه؟ الإبهام هنا غاية البيان. ليه؟
لان ابهام زمن يوسع العظه. يوم الانسان ما دام زمن هو هم يبقى يستنضف كل في اي وقت. ادي واحد. وما دام زمن ومبهم يبقى ماله السبب. مش ضروري المرض يا سيدي. واحد صحيح كده وبعدين ماشي بالوقت بتاكت كده راح واخده وقع عليه حاجه. يعني مش عارف الله يبقى ماله السبب. والموت من دون اسباب هو السبب. مات لانه يموت. اوعى تقول الا كده. مات لانه ايه؟ يموت. نعم. هل هم ايه منتظرين ايه؟ لازم ينتظروا الساعه. الساعه دي مجهوله زي الموت ما مجهول. وان تاتيهم بغته بغته كده وهم لا يشعرون. تيجي لهم فجاه كده. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الاخلاء احنا قلنا الاخلاء يعني جمع خليل. والخليل هو الذي توده ودا يداخل كل اعضائك حتى انه كانه متخلل بجسمك. مش فيه واحد وواحد. احنا قلنا الرجل قال ايه؟ ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين. الاخلاء ايه؟ خليلين زابا لوعة وعتابا. كان خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العناق وغابه. يبقى هذا الخليل. الخليل ذو الود وذو الحب الذي ايه؟ يدخل في كل جوارح النفس. دي يدخل فيها ودي يدخل فيها. ولذلك الشعراء زمان كانوا بيفهموا ان العشق في القلب والقلب انهار والكبد مش عارف جرى له ايه القلب بس. الشعر قال لا مش كده. ده الحب الحقيقي مش يبقى في القلب. ده يبقى في كل الايه؟ في كل الجوارح. ايه في كل الجوارح ازاي؟ قال له خطرات ذكرك تستشير مودتي. لما يجي حد يجيب سيرتك تهيج الود بتاعه والحب. فاحس منها في الفؤاد دبيبه. في قلبه لسه في قلبه. لا عضو لي الا وفيه صبابته. فكأن أعضائي خلقنا قلوبا. أدي الأخلاء اللي بيحبوا بعض مش بيحبوا على مصلحة واحدة كده. بيحبوا ليه يعني؟ عشان في حاجة فيه خير يعطى أو شر يدفع. أمال هحبه ليه يعني؟ الله. طب لما أنت تحبه كان يجب تشوف هل الخير له دوام ولا ملوش دوام؟ الخير في أي واحد بلجأ ممكن ينقلب عليه. يمكن زي ما بنقول ما يفتصتص منك ويموت. الله. احنا عايزين ود ما يضيعش ما يروحش. أم قال لك بقى ربنا اللي قال لنا في الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت. هو ده اللي تتوكل عليه. إنما غيره ضايع. يمكن قلبه يتغير عليه. الأخلاء بعضهم يومئذ بعض. هم كانوا اخلاء في الدنيا لانهم يجتمعون على ايه؟ على اسم وفسق. وبيحبوا بعض ويودي بعض الكباريه ويودي بعض الخماره ويودي بعض يلعب قمار ومبسوط قالوا ينادوا البعض. ومن عجيب الامر ان يجي في الموبقات القمار مثلا يلعب قمار واحد يخسر واحد يكسب. من العجيب ان هم لو لاحظوا ده الاثنين قاعدين مقابل بعض واصحابه تملي ويا بعض وتملي روح وكل واحد منهم يعمل جاهدا ان ياخذ ما في جيب الاخر. تبقى دي تيجي ازاي بقى؟ تنفع ازاي دي؟ يبقى خليل ازاي دي؟ الله. لما يجي بقى خلاقه بيعن على المعصيه وبيرتب لي الشهوات وبيعمل مش عارف ايه ويوديني داهيه وبعدين اروح الاقي جزائي. يبقى بعد ما كان خليل وحبيب بقى عدو. امال مين اللي يفضل خليل طوالي؟ المتقون. لانهم مجتمعين على شيء واحد كلهم باتفاق. والى لقاء اخر ان شاء الله.